استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصة صافرية هذا اليوم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، حيث تشرف سموه بإهداء جلالته كتابا يستعرض الإنجازات التي حققها أبناء البحرين بعنوان أوائل العهد الملكي والذي قامت بإعداده وزارة شؤون الشباب والرياضة والذي يعكس الإنجازات المميزة التي حققها أبناء وبنات البحرين في مختلف المحافل عبر المسيرة المباركة في العهد الملكي. كما قدم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى جلالة الملك المفدى تقريرا عن جائزة الملك حمد لتمكين الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إضافة إلى أهداف ورسالة الجائزة. أشاد جلالته حفظه الله بالجهد الطيب الذي بذل في إعداد هذا الكتاب القيم والذي يعد مرجعا هاما يوثق الإنجازات الرائدة التي حققتها نخبة متميزة من الشخصيات البحرينية والتي كانت لها الصدارة في المجالات الفنية والثقافية والصحية والرياضية والعلمية والأكاديمية على المستويات الخليجية والعربية والعالمية، معربا عن تقديره واعتزازه بجهود وإسهامات أبناء البحرين رجالا ونساء في كافة ميادين العمل الوطني. كما أشاد جلالة الملك المفدى بالعطاء المتواصل لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وجهود سموه الموفقة في خدمة المجالات الشبابية والرياضية في ظل حرصه الدائم على إحراز المراكز المتقدمة واحدا تلو الآخر بهدف رفع راية البحرين وترسيخ مكانتها المتقدمة في كافة المحافل. بهذه المناسبة فقد أشاد جلالته بما حققه شباب البحرين في الانتخابات البرلمانية والبلدية من نجاح كبير ومميز تمثلت بلوغ عدد المصوتين من الفئة العمرية بين 20 و30 عاما وتجاوزت 30% من إجمالي الذين شاركوا في العملية الانتخابية الأخيرة، وهو إنجاز كبير لم تحققه الكثير من الدول ذات الديمقراطيات العريقة. كما هنأ جلالته المرأة البحرينية لحصولها على نسبة كبيرة في مجلس النواب حيث ضاعفت وجودها في المجلس بنسبة 15%، وأكد جلالته أن هذه الإنجازات تسجل في تاريخنا الوطني بكل الاعتزاز والفخر، مشددا على أن البحرين ترتقي بجهود شبابها الذين هم محل تقديرنا واهتمامنا دائما. ونوه حفظه الله بدور وزارة شؤون الشباب والرياضة في خدمة العمل الشبابي والرياضي وتبني المبادرات الهادفة إلى احتضان الشباب وتوجيه طاقاتهم لخدمة الوطن وتحقيق أهداف تنميته الشاملة باعتبارهم الثروة الحقيقية والمحرك الأساسي لبناء أوطانهم والنهوض بمجتمعاتهم نحو الأفضل.